السلام عليكم شباب، معاكم ام دي، واحنا الحين حاليا في ريستين كورنر ستون في ايسترن جيت اريا. احنا في النورث وعندنا الالتر من هنا تقريبا. عندنا قوتين، يعني قوه سبارل وقوه الانوايند. طبعا هذول ايش يسمونه، يعني بيفتحون لنا اماكن جديده، يمكن نفتح صناديق الكنز وكل الامور. المهم في بداية اللعبة عندنا بس سبارل وعندنا أنوايند. الحين حاليا أنا ما أخذ سبارل، فلما أخذ سبارل في هالمنطقة أقدر أدخل بين الرياح اللي مغطية، يعني هالسايكلونز اللي تشوفون العصير وهذيلة، أقدر أدخل من بينهم يعني إذا عندي سبارل. إذا عندي أنوايند طبعا ما أقدر. زين، وشوفوا لاحظوا أن هالرياح تدور بالشكل مع عقارب الساعة، يعني كأنه كلوك وايز. وهني على هالصندوق العكس، عكس عقارب الساعة. خلوني بس أراويكم، خليني أضرب ضرب مع الوحوش. زين، لو تشوفون هنا إذا استخدمت يعني R2 و O استخدمت السبايرل ما بيصير شيء، وحتى بيخبرنا أنه ما في شيء، ما في ريسبونس. زين، بس في صندوق ثاني في مكان شوي بعيد هنا على تقريبا بداية المنطقة، براويكم مكانه وبراويكم أنه شو اسمه، أنه الشكل الرياح اللي مغطية عليها أو العقبة بيسكلي ما يخلينا مثلا نفتح الشست لأن فيها هون الرياح. ما أعرف شو شو الغباء اللي دخلوا في الموضوع، بس المهم على أساس أنه فيه شيء يعني. فالمهم لو تشوفون الرياح والهواء يتحرك مع عقارب الساعة. فالحين إحنا بنستخدم سبارل، أحس إن سبارل كنا عكس، يعني كنا يكنسل الرياح. فإذا هني استخدمناها، طبعا عندنا ثلاث محاولات كل مره لازم نسويها، لازم نتشرجها. فالمهم استخدمناها فقدرنا نفتح الصندوق. فالحين مره ثانيه بروح وبغيره وبختار انوايد، ولازم اسوي تشارج. اذا ما سويت تشارج، مثلا نسيت اسوي تشارج صراحه، بتشوفون ان عندي بس وحده معي، يعني اذا ضيعتها مره ثانيه لازم ارجع. فدوم لما تغيرون حاولوا تسوون ريتشارج من البدايه. فالحين المهم انا اخذت الانوايد. إذا أدخل بين الرياح اللي تجي تقريبا مغطية المكان، ولا مغطية مثلا يعني منفذ ولا مكان، هذا ما أقدر، لازم أخذ سبايرل. فشوفوا الحين قبل كنت أقدر أدخل صح، الحين لا. أنا ما أعرف، لأنه يمكن لأنه شو يسمونه الأنوايند يعني ما بيكون عكسه. المهم هني الأنوايند بيكون عكس عقارب الساعة، يعني كان ضده، يكنسله. فهمتوا كيف؟ هو شوي يمكن كونفيوزنج، بس هذه هي يعني. المهم إذا استفدتوا من الفيديو أعطوني لايك وسووا سبسكرايب على القناة، ويعطيكم ألف عافية. سووا لايك، سووا شير، وجزاك الله خير.